تنهض بالدول. وعايز أقول إحنا كنا بدين نهضة اجتماعية في عصر محمد علي والغرب كسرنا، وبدينا نهضة اجتماعية بعد ثورة يوليو. ويعني لما حد يجي يتكلم عن ثورة يوليو وما يجيبش سيرة السد العالي وتأميم القناة والألومنيوم والمصانع اللي اتعملت، وحقنا كفقراء إن إحنا نحس بأدميتنا وبمساواتنا، وده يعني بيدل عليه، مش هقول 9 يونيو اللي هي في رأيي أول خطوة في طريق العبور، أنا هتكلم عن جنازة عبد الناصر. هنشوف الجنازات اللي هتبقى موجودة هتبقى إزاي، واللي تالت هذه الجنازة. أنا عايز أقول إن الشعب ده بيحس وبيحس مين اللي معاه، وممكن الدساتير تبقى حلوة قوي 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 ومفيش نيجي في التطبيق ما نلاقيش حاجة. أنا بقول إنه إحنا النهاردة عشان نرجع زي ما كنا في الستينات بننافس كوريا الجنوبية، وده أنا قاريه على فكرة مش في دعائيات الاتحاد الاشتراكي اللي أنا عمري ما كنت فيه وطول عمري بنفر منه، أنا قريت الكلام ده بره. يعني عايز أقول إنه إحنا كنا بننافس كوريا الجنوبية في الستينات، النهاردة إحنا ما بننتجش قلم رصاص، وكل حاجة بنيناها وبناها الجيل اللي أنا منه بعرقنا وبدمنا وبتضحياتنا، وتعرضنا للعدوان الثلاثي وتعرضنا للعدوان 67 واحنا قاعدين في بلدنا هنا، جه العدو يضربنا، بس كنا وحده واحده فانتصرت ارادتنا وعملنا حرب استنزاف اللي هي توجت العبور. احنا النهارده مش عايزين حد يجي يفتش في ضمائرنا وفي عقولنا، عايزين حد يجي يقول لي، محدش يقول لي ان العداله الاجتماعيه مش هي دي الشريعه الاسلاميه. أنا درست الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق، والعدالة هي جوهر الإسلام، واللي يهرب منها اللي مش عارف مين، زي ما مرة واحد هيموت متشنج عايز يشوف ناس إيديها متقطعة، قلت له قبل ما تقطع إيد السارق قطع إيد اللي جوعه لغاية ما خلاه يسرق. فإحنا عايزين نعمل دستور بيكفوا لنا العدل والمساواة والمواطنة اللي هي وحدها كفيلة بإنها تجعل مصر تنهض وتتبوأ مكانتها اللي تستحقها. احنا دولة مبنية، او احنا نتاج تعدد حضارات وتراكم حضارات كتير. احنا فخورين بحضارتنا الفرعونية، فخورين بحضارتنا القبطية، فخورين بحضارتنا العربية الإسلامية، وكل ده هو اللي عامل مصر، وهو ده اللي مخلي مصر متفردة. فأي دستور يجب أن يراعي كل هذا، أي دستور ينتشلنا من الهوة اللي وصلنا فيها النظام السابق بالنسبة للتعليم، ينتشلنا من هوة الظلم الاجتماعي اللي في ناس كانت بتجيب أكلها من باريس تتغدى وتجيب مية معدنية من بره، وفي ناس بتأكل من القمامة، ينتشلنا من كارثة وعار 40% أو 140% تحت خط الفقر. دستور ينتشلنا من وجود 3 مليون طفل في الشوارع. احنا عايزين نبتدي نبقى أفعال وليس شعارات، زي ما أنا سمعت واحد بيقول للقدس رايحين شهداء بالملايين، فسألته كده على الهواء وقلت له هتجيب السلاح منين تحرك بيه القدس؟ بالخواجة الأمريكاني الكافر ابن الكلب. يعني هو كمان بيكلمنا، يعني في تضليل وبيدغدغوا مشاعر الناس بكلام فاضي. أنا عايزة يسيبوا لربنا دور ربنا، محدش يحاسبني على أفكاري ولا على معتقداتي، أنا عايزة حد يحاسبني على عملي وعلى أداء عملي، وعايزة دولة تكفل لي أماني ومواطنتي ومساواتي مع أي حد، مفيش حد أحسن من حد. وأنا على فكرة عايز أضرب مثل أنا عشته برة، إن هو كان لأنه هنا الوقت في اتجاه للقمع مش الإقناع، يعني في اتجاه إنه أنا كما أرى أنا الأمور يجب إنك أنت ترضخ ليها. أنا عشت برة كتير واشتغلت برة، وكنت بدخل أي سوبر ماركت ألاقي فيه يعني جناح كده نصه يمكن أو تلته بلاش أبالغ كله أنواع الخمور اللي في الدنيا، أنا كنت شايفها قدامي وأنا ما كنتش بشتريها لأني ما كنتش بشرب من غير ما حد يقمعني. يمكن أكتر حاجة خلت بين شبابنا في حاجات كتير منتشرة من المخدرات البنجل اللي مش عارف إيه، يمكن الشرب للكل، الحاجات اللي بسمعها اللي عمري ما سمعتها قبل ما أسيب مصر سنة 73. عمري ما شفت زبالة زي اللي موجودة دلوقتي، عمري ما شفت غش وكراهية بين الناس زي ما شفت دلوقتي. وأنا رأيي إن كل ده عوار في النظام وعوار في بعض القوى اللي هي بتعتبر نفسها مبعوثة العناية الإلهية. احنا لينا رب واحد، مش عايزين نشرك بربنا،
وربنا زاد قال لكم دينكم ولي دين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو اللي قال إن أقربكم عند الله أتقاكم. فياريت هذه المبادئ في الشريعة الإسلامية العظيمة هي اللي تقودنا في الدستور اللي فيه العدالة، واللي يمكن أكتر حاجة مخوفة جزء كبير جدا من المصريين دلوقتي هي الجنوح إلى الرجوع بينا إلى دولة ظلمية. والنهاردة حتى كاتبنا الكبير جمال الغطاني كاتب بيقول وداعا لمصر التي نعرفها، لأنه لما يجي واحد يطلع على شاشات التلفزيون ويقول إن الحضارة الفرعونية حضارة عافنة، ولما يجي يقول لي إنه نجيب محفوظ كافر وينعم كده، ما حدش يقول له يا راجل عيب الكلام اللي بتقوله أو يراجعه. وأنا ده أمثال هذا الرجل، أقعد أديهم مصير دستور بلدي؟ لا معلش أنا مش مطمنة. وبتمنى أن الجهد بتاع الجمعيات المدنية زي الجمعية دي يستمر، وأن احنا نضغط كمواطنين المصريين، وأن احنا نطلب من كل الشرفاء أنهم يعني يكشفوا فكر الجماعة دول وبيشتغلوا لحساب مين، لأن ده مش ممكن يكون الإسلام ولا الشريعة الإسلامية بتكفر ناس كده على طول يعني، وإلا ربنا ما كانش خلق الأديان. يعني احنا النهاردة اللي جايين بدل ما نوحد ونشوف ان احنا في كل معاركنا انتصرنا لاننا كنا شعب واحد وايد واحده زي ما بنقول، وبعدين دلوقتي جايين يفتتونا. انا خايفه لان استاذنا العظيم احمد بهاء الدين قال كلمه الحقيقه هي بتشكل لي نوع من الكابوس من ساعه ما سمعتها في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات. قال انه يعني قبل وفاته بشويه كده انه ارى حاجه كاتبها كيسنجر اللي كان وزير الخارجيه الامريكي الاسبق، وحتى الاستاذ بهاء كان عف اللسان، لكن وصف كيسنجر بقال هذا الصهيوني الحقير، وقال انه كيسنجر قال اكبر ضمان لبقاء اسرائيل في المنطقه العربيه هو تفتيت المنطقه الى دويلات عرقيه وطائفيه. ونفسي نبص حوالينا نشوف السودان حصل فيه ايه، والعراق حصل فيه ايه، وليبيا حصل فيها ايه، وسوريا ايه المحاولات اللي عليها. وارجو ان احنا ما ننساش انهم اعتبروا مصر الجائزه الكبرى. وفي رايي انا كل من يحاول اقصاء فصيل مصري ايا كان، او تفتيت المصريين وتصنيفهم بين مسلم قوي ومسلم نص نص ومسلم شكلا ومسلم حاجات كده يعني، وبين مسلم وقبطي وبين صعيدي وبحيري وكل ده، دول ناس في تقديري انا، وقد اكون يعني ما اعرفش عندي مخاوف زياده، بس انا بقرا ورايا التاريخ وفت الثلاثين زي ما انتم شايفين كده، وشفت تجارب كتير. فانا عايزه اقول ان دول ناس مش ممكن يكونوا بيحبوا مصر، واللي بيحبوا مصر يعمل دستور يحفظ وحده مصر، بيكون ارساء العداله الاجتماعيه اللي هي بتخلي كل الناس تلتحم ببعض وتحب بعض وتبني بلدنا ان شاء الله. شكرا استاذه فريده. وأحب أطمن حضرتك طول ما كلنا موجودين الجيل بتاعي اللي عمل الثورة والمصريين كلهم مع بعض مش هنخاف من أي حد، مش هنخاف من أي حاجة. الفترة اللي جاية أنا متفائل إن شاء الله تكون أفضل. في فترة قصيرة قدر حزب المصريين الأحرار يكون متواجد ويكون له عدد غير قليل في البرلمان المصري، فاسمحوا لي أقدم النائب السابق باسل عادل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. تفضل يا فندم. مساء الخير. الأيام ودول وفي لحظات الناس ممكن تبقى نائب سابق، لكن شيء لطيف جدا أن تتبدل المربعات السياسية في مرونة وسلاسة وفي اتفاق بين كل الناس. لو ده حصل يبقى لطيف، ولو تم عنوة يبقى اغتصاب. أولا عايز أشكر المجموعة المتحدة على مجهودها اللي أنا بشوفه الحقيقة من يوم ما ابتديت أهتم بالشأن العام، من يوم انضمامي كمؤسس في حزب الغد في 2004. بشوف إن المجموعة المتحدة بتقوم بجهد كبير وخرجت مجموعة كبيرة جدا
من الشباب والباحثين اللي هم دايما بيبقوا معنيين بالقضايا الحقوقية وما تهتم به مصر. والنهاردة شفنا الحقيقة مثال جيد جدا لما تقدمه المجموعة المصرية أو المجموعة المتحدة، وكمان زميلتي مروة صلاح وعرضها الجميل والمجموعات البحثية. الحقيقة دايما بنشكركم على اهتمامكم بمصر كما نهتم بها نحن المصريين. بداية الحقيقة مسألة الدستور، احنا في حزب المصريين الأحرار رفعنا لواء دستور لكل المصريين، لأن مسألة الدستور وهو عقد اجتماعي يهتم به المحكومين. وجمال هذه الوثيقة، أي عقد أو أي وثيقة بتتكتب بين الحاكم والمحكومين، لكن جمال وثيقة الدستور في كل زمان وأوان ومكان إن اللي بيكتبها المحكومين لإلزام الحاكم، يكتبها أطياف الشعب المختلفة، ممثلين الشعب، عشان يقولوا إحنا هنتحكم بالشكل ده، إحنا هنتعامل مع بعض بهذه الطريقة والقواعد، هي دي قواعد الحكم. فكان هذا هو المبدأ العام في كتابة الدستور. آسف. مصر من قدرها الحقيقة اللي بعتقد إن هو سيء، أننا دائما حينما ننظر للدستور نعيش محنة، ومحنة الدستور ليست بعيدة من أيام دستور 23 ودستور 30 و54 و56 و71. في كل مرة يكتب دستور مصر فهو يكتب في محنة شديدة، ولكن لأول مرة يكتب دستور مصر في محنة استقطاب وثنائية لم تشهدها البلاد من قبل. الحقيقة في كل مرة كان بيبقى فيه احتلال، كان بيبقى فيه نضال سياسي أمام عدو واحد، ولكن أن يكتب الدستور في هذه الآونة في ظل استقطاب ينقسم عليه الأمة وتنقسم الأمة المصرية، والانتخابات ونتيجة انتخابات الرئاسة ليست ببعيدة في هذا الاستقطاب، هي دي الحقيقة المحنة الأساسية. الناس برة كتبت الدستور بجمعيات منتخبة، وإحنا في مصر الحقيقة لم نتعرض لهذه الجمعيات المنتخبة في يوم من الأيام. في كل مرة كان الدستور محنة، ولكنه كان يعطى للمصريين منحة من الحاكم، فهو الذي يعطي اللجنة وهو اللي بيأسسها وهو اللي بيديها القواعد إن هي تكتب هذا الدستور. لأول مرة تتعرض مصر إلى لجنة منتخبة. طيب، كلنا عارفين إن الانتخابات مش شرط تجيب أحسن ما فينا، ده حتى على مستوى التمثيل الشعبي. أحسن ما فينا يعني إيه؟ مش شرط تجيب حد فعلا يقدر يعبر عننا، لأن الحقيقة لما بنيجي نوازن ما بين الشعبية وما بين التنظيمات السياسية وما بين الكفاءة والمهارة والعطاء والقدرة على الإبداع، ما أعتقدش إن في يوم من الأيام الكفة دي بتتساوى، دايما بيبقى فيها انحراف ولو قليل. لكن الحقيقة لجنة كتابة الدستور المهارة فيها والكفاءة والمهنية والإبداع والحرفية ليست طرف، ولا يجب في يوم من الأيام أن تكون خاضعة لانتخاب أو انتقاء، هي دايما المفروض تبقى خاضعة لحد يقدر يعبر عن كل آمال وأحلام وفكر وتنوير وعظمة وجغرافية ومكان وشعب وحضارة مصر، يحط ده على الورق. كمان تبقى مجموعة تحافظ على الهوية المصرية، تفهم يعني ايه مصر اللي متضفر فيها الدين والعادات والتقاليد، اللي فيها كنيسة جنب جامع، اللي فيها احترام للكبير، اللي فيها قيم وتقاليد ومعارف قد تكون هي المؤسسة لمعظم المعارف الدولية والعالمية حتى الآن. عشان كده الحقيقة لما مصر تعرضت لمسألة انتخاب لجنة الدستور، كان لحزب المصريين الأحرار دور قوي جدا في أنه يقف أن تنتصر هذه الثنائية على روح مصر اللي هي الوحدة، روح مصر اللي هي عمرها ما شافت هذا الاستقطاب الديني العنيف جدا اللي ودى مصر لهذه المرحلة وهذه السخونة وهذا الاضطراب وهذه اللحظات
اللي احنا بنشهدها حاليا. ولكن وإن كانت في تجارب دولية ناجحة في مسألة كتابة الدستور عن طريق انتخاب هذه الجمعية، كان من اللازم والواجب أن يكون هناك معايير، وهذا هو المحك، ألا تطلق حرية الانتخاب، وكمان على خلفية المادة 60 في الإعلان الدستوري اللي كلنا عارفينها، اللي بتتيح للأغلبية الموجودة في البرلمان أن تختار وحدها ووحدها فقط وعلى هواها لجنة تكتب دستور لكل المصريين، بتكتب عقد بيخصنا كلنا، لكن في إصرار إن هم يكتبوا عقد بتاعهم يملوا شروطهم ويملوا أحلامهم وطموحاتهم وشكل الدولة اللي جاية. لما العقد ده بيتكتب من ناحية واحدة بيبقى اسمه عقد إذعان. عقد إذعان ده اللي فيه طرف واحد بيملي رغباته وشروطه على الباقي. الحقيقة لما كان هذا الخطأ الجسيم والخطيئة على رأي أستاذي دكتور أيمن في مسألة المادة 60 والإعلان الدستوري، بالتأكيد لازم هنا نقف ونقول لو كان الخطأ ده حصل فيلا كلنا ننظر إلى المعايير. يعني إيه معايير؟ يعني أنك تعطي حرية الانتخاب والاختيار ولكن تحط قنوات لهذا الاختيار. ما أنت لو اديت حرية الانتخاب وعندك أغلبية، أغلبية الحرية والعدالة والنور في الاجتماع المشترك تقريبا 580 نائب من 730 نائب، أغلبية مطلقة. يعني من يريد الحرية والعدالة والنور أن يدخل اللجنة التأسيسية فهو بيكون زي كده العشرة المبشرين، أو مش العشرة بقى المية المبشرين. كان يجب أن نكبل هذه الحرية أو هذا الانتخاب في أنهم يختاروا من يريدون. تعبنا كتير جدا على أننا نرسي معايير للاختيار، اتكلمنا عن النقابات المهنية، اتكلمنا عن الغرف التجارية، اتكلمنا عن الأحزاب السياسية، المفكرين والمبدعين والشعراء والساسة المصريين القدام، القضاة، الأطباء، وهكذا كل فصائل المجتمع. والحقيقة لم نحصل في يوم من الأيام على إقرار بهذا التفصيل في الاختيار، ولم تتطرق إليه الجمعية الدستورية في يوم من الأيام، أو سوري الاجتماع المشترك في يوم من الأيام، إن هو يذعن لهذه المعايير. قد أحترم طبعا الكثير من الشخصيات المصرية اللي موجودة في اللجنة التأسيسية، لكن الحقيقة الثنائية والقطبية التي تمت أو التي تم عليها اختيار هذه اللجنة قد يقودنا إلى الفراغ، وأن دستور لا يكتبه كل المصريين أعتقد أيضا، وتصديقا لكلام الدكتور أيمن، أنه ممكن فعلا تكون هذه الوثيقة مسارها إلى زوال أو انطواء. والحقيقة كمان تعليقا على الإعلان الدستوري المكمل ودور الدولة في التدخل في الدستور القادم عن طريق المجلس العسكري لدور يوقف حق الفيتو، رئيس الوزراء لدور يوقف حق الفيتو، وكمان دكتور كمال الجنزوري نظام السابق بيوقف الدستور القادم مش عارف ازاي، كمان 20%، يعني تدخل الدولة السافر في حين أن كل دساتير العالم كتبها المحكومين بدون تدخل الدولة. أتصور أن مصر تستحق دستور أعظم بكثير، تستحق لجنة يكون فيها من الموجودين موافق في اللجنة القادمة، ولكن تكون أكثر عدالة في التوزيع، أكثر تناسق مع شكل مصر الطبيعي. وأنا عايز أقول أن مش كل الاختيارات السياسية أو الاختيارات عن طريق الانتخاب قد تأتي بشكل مصر، وبنظرة بسيطة لقطاع، أي قطاع كده تنزل عليه في مجلس الشعب وتشوفه، وارجع شوف نفس العدد في الشارع، اختار بص على 20 في مجلس الشعب وبص على أي 20 في مجلس في الشارع، هتلاقي أن 20 في مجلس الشعب دول مش ممكن يبقى هم شكلهم شكل الناس اللي ماشيين في الشارع. أخيرا كي لا أطيل، معركة الدستور هي معركة عصيبة. مصر دايما كانت في محنة، الدستور بتاعنا مش منحة، كلنا هنقف لغاية ما يبقى دستور مصر هو دستور لكل المصريين، وسنجاهد في هذا الطريق ولن نستسلم أبدا لدستور يعتمد على الثنائية والقطبية والإملاءات. شكرا. شكرا سيادة النائب. وحضرتك قلت جملة مهمة جدا، إن الدستور لا يكتبه كل المصريون
مصيره بالتأكيد إلى زواله. وأظن أن الدستور لا يشارك في كتابته المرأة المصرية، بالتأكيد أيضا مصيره إلى زواله. اسمحوا لي أن أقدم الأستاذة المحامية نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، وهتكلمنا عن دور المرأة في الدستور القادم. تفضل يا فندم. مساء الخير. في الأول اسمحوا لي أشكر المجموعة المتحدة على هذا الجهد الكبير، هي وشركائها، وأنا شخصيا ببقى فخورة وسعيدة بأي عمل بشارك فيه مع المجموعة المتحدة، لأنه من أسس هذه المجموعة هي واحدة من أعظم المحاميات المصريات، هي المحامية العظيمة المرحومة كريمة علي حسن اللي أسستها من 65 سنة. كريمة نموذج لنضال المرأة المصرية، أول محامية طالبت بحق المرأة المصرية في تولي القضاء في مصر، ورفعت قضية قدام القضاء المصري لذلك، وخاضت معركة طويلة جدا. أنا الحقيقة شفت كريمة علي حسن وأنا طالبة في كلية الحقوق، وقلت أنا لازم أبقى زي الست دي، شفتها المرة واحدة وما قدرتش أنساها أبدا، وأرجو أني أكون ماشية على درب كريمة علي حسن. الحقيقة الكلام على الدستور كلام مهم، لكن الإجراءات المتبعة في مصر هي إجراءات لا تطمئن المصريين على الإطلاق. أنا كمان هنضم صوتي لصوت كل من يعتبر سواء اللجنة التأسيسية الحالية أو السابقة هي غير معبرة عن المصريين ولا تعطي أي أمل في دستور نحلم به، وخاصة لما تبقى تمثيل نص المجتمع المصري بستة. والحقيقة في سنة 2005 الحزب الوطني حط على قوائمه ست ستات، فساعتها طلعنا بيان من المركز المصري لحقوق المرأة وقلنا فيه أن ست ستات يصلح لاسم فيلم عربي رخيص، إنما لا يصلح لانتخابات ديمقراطية. للمرة الثانية اللجنة التأسيسية اللي جت بعد ثورة عظيمة شاركت فيها النساء بقوة بتحط لنا ست ستات، فللمرة الثانية بقول لهم برضو احنا لسه في إطار فيلم عربي رخيص، لأنه لا يمكن التعبير عن الشعب المصري، لا يمكن اعتماد أي معايير اتبعت أو اتخذت وتقول لي في النهاية إنه ده هيبشر بأي أمل. ده بيعكس غياب رؤية، بيعكس إننا لسه في معركة تقسيم الغنائم وليس في معركة الانطلاق للمستقبل. والحفاظ على معايير نوعية لا يختلف على الإطلاق مع أي معايير تانية مهنية أو غيره. وإحنا بعتنا للدكتور الكتتني تصورنا في إطار المعايير اللي حطوها بصرف النظر عن نتفق أو نختلف عليها، فقلنا إذا كانوا اتفقوا أن يكون الخبراء الدستوريين 15 على ألا يقلوا عن 5 من الخبيرات الدستوريات، 6 من الاتحادات النوعية على ألا يقلوا عن 2. في الحقيقة قضايا المرأة ما هيش قضايا منظرة، لو بصينا لمن يهتم بالاقتصاد ونقل اقتصاديات البلاد وإنقاذ البلاد، في مصطلح مهم جدا اسمه الاقتصاد الذكي. هذا المصطلح كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم بتعرفه. الاقتصاد الذكي هو من يتعامل مع النساء كقوة انتاجية، مش انتاجية بس في العيال، إنما انتاجية في المجتمع، قوة مهمة إنها تشارك في صناعة القرار. وأنا بعمل الورقة دي الحقيقة بصيت على دساتير كتيرة جدا، وخاصة الدول اللي مرت بمراحل انتقالية سواء من بعد ثورات أو من بعد حروب أهلية أو من بعد حركات انتقالية سلمية، وبعدين لقيت إبداعات، فبصيت على اللجنة التأسيسية بتاعتنا بالأسامي اللي موجودة فيها، وفيها كثير من الأسامي المحترمة وفيها كثير من الأسامي التي نختلف عليها. هل تستطيع أن تضع هذه الإبداعات؟ هل تملك الرؤية للمستقبل؟ في الحقيقة لا. في الحقيقة ما قرأته من بعض من يدعوا أنهم خبراء في الدستور والقوانين كان أقرب لترقيع القوانين وترقيع الدساتير منه إلى وضع رؤية للمستقبل تحكم ماذا نريد. فهناك حديث مطول حوالين أنه بعض الخبراء شايفين أن دستور 71 هو دستور جيد لا خلاف عليه في بعض الأبواب وبالذات الأربعة. في الحقيقة دستور 71 كان دستور سيء،
والدساتير السابقة في مصر بما فيها دستور 54 كانت دساتير تليق بزمنها، إنما لا تليق بزمننا ولا تليق بزمن الثورة. فعلم وفقه كتابة الدساتير انتقل إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول وهو الواقف عنده دستور 71 هو ذكر الحقوق. يعني الدساتير لحد دستور 71 بيتكلم على ذكر الحقوق. يعني إيه؟ يعني يقولك الحق في التعبير، الحق في الصحة، الحق في السكن، الحق في سلامة الجسد، ذكر الحقوق. وبعدين لو بصينا على دستور 71 هنلاقي ذكر الحقوق، لكن جنب كل حق من الحقوق أحل القوانين لتنظيمه فهدم كل الحقوق. فنجد أنه من حقك السكن لكن أنت مرمي في الشارع، ومن حقك التعبير بس لو فتحت بقك تدخل السجن. وبالتالي في تطور حصل في علم كتابة الدساتير اسمه إيه بقى؟ تعدى الحق، ذكر الحق، إلى ضمان الحق، بمعنى أنه يذكر الحق ويضمن تنفيذه. مش بالضرورة يتضمن آليات عمل، لكن يحط مسؤوليات تنفيذه بشكل واضح على الجهات المسؤولة عن هذا. في دساتير كتيرة جدا في العالم، يعني دستور 71 واقف عند المستوى الأول، دساتير كتيرة جدا في العالم انتقلت إلى ذكر الحق وضمان تنفيذه وضمان حصول الناس عليه. علم الدساتير لم يقف عن التطور، وإنما تطور إلى مستوى ثالث. المستوى الثالث هو ذكر الحق، ضمان الحق، ذكر تبعات عدم تنفيذه. يعني إيه؟ يعني أنت لما تقول الحق في الصحة ومليش سرير في مستشفى، أنا كمواطن أعمل إيه بالحبر اللي على الورق اللي أنت مقدمهولي؟ من المسؤول عن ذلك وماذا يترتب؟ إذا مت بالفشل الكلوي من يحق، مين اللي يعمل تعويض لأسرتي؟ هو التعويض إن أنا لازم تبقى خبطتني عربية أو الدكتور إداني حقنة فمت؟ لا، التعويض عن عدم وجود الحق. دساتير الحديثة اللي كتبت مؤخرا وصلت إلى هذا المستوى. آخرها آخر مولود دستوري في المنطقة العربية دستور المغربي 2011، ذكر في المادة 19 منه فيما يتعلق بالمرأة حاجة ظريفة جدا وهقولها لحضراتكم. ذكر على مش بس زي المادة 40 عندنا اللي قالت المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس، إنما اتكلم على مسؤولية الدولة عن المناصفة، وأن ده بقى ذكر الحق وضمان الحق. طب تبعات تنفيذه، إن الدولة مسؤولة عن عمل هيئة للمناصفة تتأكد منها. فإيه اللي حصل في المغرب بعد الدستور ما تم الاستفتاء عليه وبعد الموافقة عليه؟ كل الأجهزة في المغرب بتراجع مشاركة المرأة فيها. الجهاز الوطني المسؤول عن حقوق الإنسان في المغرب أصبح الحد الأدنى لمشاركة المرأة فيه في المناطق الجبلية والفقيرة والعشوائية 40%. وهنا بعض الناس تقولك قال لا هي الستات الجهلة دول هيعملوا إيه؟ هيعملوا اللي هيعملوا الرجالة الجهلة على فكرة. ما هو يعني مش الستات بس اللي جهلة، وإنما إحنا محتاجين كل العقول المصرية. لما ببص بقى لفقهاء أو من يدعوا أنهم فقهاء دستور ويطلعوا ليل نهار في التلفزيونات، في الحقيقة إحنا عندنا فجوة زمنية. في الحقيقة أنا عمري ما كنت مؤمنة بصراع الأجيال، لكن فقهاء الدستور اللي عندهم 70 سنة وطالع واضح أنهم ما عندهمش علاقة بتطور علم الدستور في العالم كله، وأخرهم دستور 71. وبالتالي إحنا من حقنا كثورة إننا نبص على يا إما هم يذكروا يا إما يجيبوا لنا فقهاء دستوريين تانيين يكونوا قروا ما بعد ذلك، لأن واضح إن الفجوة الزمنية عاملة مشكلة. أنا هدخل على طول وسريعا في المساواة بين المرأة والرجل في الدساتير بتتكتب إزاي. مفيش حد يجي يقول لي المادة 40 بتتكلم على المساواة. في علم كتابة الدساتير، وبالمناسبة من أفضل الدساتير في هذا الموضوع دستور رواندا، ورواندا دي دخلت حرب أهلية مات فيها حوالي 1,000,000 بني آدم، وبعد ما خرجوا من الحرب الأهلية أعطوا للنساء على قوائم الانتخاب 50% زي تونس كده. والدستور الثاني الأفضل فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل دستور جنوب أفريقيا، وكلنا عارفين المعركة بتاع دستور جنوب أفريقيا والمعاناة بتاع جنوب أفريقيا بعد الحكم العنصري
ادوا للنساء ثلث القوائم الانتخابيه، حاجه غريبه قوي. هي